في عملية نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية بمنطقة صافر، مصرع عشرات الضباط الإماراتيين والسعوديين ومرتزقتهم، وتدمير عدد من الآليات ومخازن الأسلحة. نتابع التفاصيل. قيل لهم أن اليمن مقبرة الغزاة لكنهم لم يصدقوا، وهذه هي النتيجة. أعلنت الإمارات العربية المتحدة مقتل عدد من جنودها أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربي للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن. أعلنت القوات المسلحة الإماراتية استشهاد 22 جنديا إماراتيا أثناء عملهم ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. هذا ما اعترف به وما أعلنته قنوات العدوان، وما خفي كان أعظم. والحقيقة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا صباح اليوم من تنفيذ عملية نوعية في منطقة صافر بمأرب، تضمنت إطلاق صاروخ بالستي من نوع تشكع أسفر عنه مصرع عشرات الضباط والجنود من مرتزقة العدوان السعودي، وتدمير عدد من المدرعات وطائرات الأباتشي ومخازن الأسلحة. المصدر العسكري في وزارة الدفاع أكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأدى إلى اشتعال النيران في المعسكر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن عددا من طائرات الإنقاذ وصلت إلى مكان المعسكر لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى في ظل تكتم شديد. وتعد هذه العمليات التي ينفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في إطار الرد المشروع على الجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان السعودي ومرتزقته بحق الشعب والوطن. ويستمر تخبط إعلام العدو تيارة بعزو أسباب الحادث إلى انفجار في مخازن أسلحة كانت داخل المعسكر أو القاعدة العسكرية التي يتمركزون فيها بمأرب، وما تلبث أن تؤكد صحة ما أعلنت وزارة الدفاع بأن الحادث ناجم عن تعرض المعسكر لصاروخ أرض جو أطلقه الجيش واللجان الشعبية. هكذا هي ردود الأبطال، وهذه هي نتائج حمق وعته من تسول له نفسه غزو اليمن. وليعلم الغزاة من جنود الإمارات والسعودية ومرتزقتهم أنه حتى جبال اليمن ورماله وسهوله وأشجاره تجندت وتأهبت لتخوض معركة الدفاع عن الوطن والكرامة.